مراد، لهذا الفيلم ما هدفك المقبل؟ ما مشروعك المقبل؟ عم بشتغل هلا حاليا على مشروعين في نفس الوقت، مشروع فيلم قصير كمان حيتم تصويره بالأردن بتعاون أردني ألماني، بيتطرق لموضوع العنف ضد اللي هو عنف ضد النساء، جرائم الشرف اللي هي بشكل عام أنا بالنسبة لي بسميها الإرهاب المنزلي، بس حناخد الابروتش تبعتنا حتكون اكثر فانتسي، وحنتطرق للموضوع بطريقه جديده وطريقه يعني نعم، ترفيهيه. بالتوفيق إذا أستاذ مراد أبو عيشة، المخرج الأردني الشاب، كنت معنا من مدينة شتوتغارت الألمانية. شكرا لحضورك معنا.